السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج في المنتصف. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب من أن روسيا قد تستخدم الأسلحة النووية إذا تعرضت لضربات بصواريخ تقليدية. أضاف اجتماع لمجلس الأمن الروسي أن موسكو ستعد أي هجوم عليها بدعم من قوة نووية هجوما مشتركة. وأوضح أن التعديل جاء ردا على المشهد العالمي المتغير بالسرعة الذي واجه روسيا بتهديدات ومخاطر جديدة. وقال الرئيس الروسي أنه يريد تأكيد تغيير رئيسي واحد تحديدا، مبينا في المقترح اعتبار العدوان على روسيا من أي دولة غير نووية ولكن بمشاركة أو دعم دولة نووية بمنزلة هجوم مشترك على روسيا الاتحادية. أضاف أن شروط انتقال روسيا إلى استخدام الأسلحة النووية محددة بوضوح أيضا، مشيرا إلى أن موسكو ستدرس هذه الخطوة إذا رصدت بداية إطلاق مكثف لصواريخ أو طائرات مقاتلة أو مسيرة نحوها. إذن مشاهدينا الكرام، تهديد جديد من قبل بوتين باستخدام السلاح النووي. حول هذا الموضوع أحب بضيفي ينضم إلينا عبر سكايب الآن سيد ميكولا باستون، المحلل السياسي المختص في شأن الأوكراني. سيد ميكولا، تحية لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيد ميكولا، في البداية في أي إطار تقرأ هذه التحذيرات أو هذه التهديدات إن صح القول للرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام الأسلحة النووية إذا تعرضت روسيا لصواريخ تقليدية أو مسيرات أو الأسلحة التي ذكرها؟ أولا أريد أن أقول أن هذا ليس تهديدا أول، التهديد الأول من قبل بوتين، حيث حتى منذ 10 سنوات في عندما قامت روسيا باحتلال ودعم شبه جزيرة القرم، اعترف بوتين بأنه كان على استعداد باستخدام الأسلحة النووية منذ 10 سنوات. ومنذ تلك الفترة مرارا وتكرارا نحن نسمع مثل هذه التهديدات أن روسيا مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية حتى ضد دولة غير نووية مثل أوكرانيا. ومن جانب هذا ليس أمرا جديدا، من جانب آخر طبعا قامت روسيا بتغيير الوثائق الأساسية للدولة يعني لتشمل شروط استخدام الأسلحة النووية مشاركة دول أخرى، دول نووية، وكأنها إذا دعمت أوكرانيا فهي تعتبر أنها كأنها تشارك في هذا الهجوم. وبشكل عام أعتقد أن في الأونة الأخيرة، في الأشهر الأخيرة، تكيف العالم مع هذه التهديدات الدائمة، وهي توقفت عن تأثير على تصرفات دول أخرى، وهي أصبحت غير يعني مثيرة، غير مخيفة، ولذلك يحتاج بوتين إلى تصعيد الأمر، إلى تشديد تهديداته لتخويف العالم. نعم، سأعود لك سيد ميكول الحقيقة الحديث حول ربما هذه الرسالة كيف يتلقفها الغرب اليوم وهي متكررة كما أشرت. سأعود إليك. أرحب بضيف السيد رامي القليوبي المحلل السياسي المختص في الشأن الروسي. سيد رامي، تحية لك. أهلا بك. أهلا سيد رامي. اليوم عندما تحدث عن تحذيرات بوتين ليست المرة الأولى، هناك تحذيرات كثيرة بنفس القدر وهو باستخدام السلاح النووي. هذا التلويح اليوم، هذا التحذير الجديد من قبل بوتين، هل يأتي في سياق التهديدات المتكررة دون أن يكون لها معنى، أم أن هذه المرة مختلفة؟ بداية ثم تفارق بين عندما يقوم مثلا مسؤول روسيا مثل نائب رئيس مجلس الأمن ديمتري ميدفيديف بالتهديد بالسلاح النووي أو حتى أي مسؤول آخر فهذا أمر، لكن هناك أمر آخر عندما يتم تعديل العقيدة النووية للدولة. والآن روسيا فعليا توسع حالات استخدام السلاح النووي وتخفض عتبة استخدامه. فمثلا قبل ذلك كانت جميع الحالات استخدام السلاح النووي كانت
جوابية بامتياز، والآن هي فعليا تبقى كذلك، ولكنها تضيف بعدا جديدا، وهو اعتبار أنه في حالة تعرضت روسيا لهجوم بأسلحة تقليدية من قبل دولة غير نووية، وفي حال كانت هذه الدولة تحظى بدعم من دولة نووية، فهذا سيصنف على أنه هجومهما المشترك، وهذا فعليا قد ينطبق على ما يجري في مقاطعة كورسك الحدودية الروسية. لكن من جانب آخر، أن يتم إدراج مثل هذه الأحكام للعقيدة العسكرية أو النووية، فهذا لا يعني أنها ستستخدم تلقائيا. وفي أي عقيدة نووية لأي دولة عظمى، السلاح النووي ليس العنصر الأهم، وإنما العنصر الأهم هو الضغط النفسي، وأعتقد أن الضغط النفسي هو ما يبحث عنه بالدرجة الأولى بوتين. ولكن توقيت الإعلان عن هذه التعديلات المرتقبة، أولا هناك قادة دول العالم مجتمعون في نيويورك. برأيك بوتين يقصد أي دولة بعملية الضغط النفسي سيد رامي؟ يقصد أي جهة بعملية الضغط النفسي التلويح اليوم باستخدام السلاح النووي بهذه الطريقة؟ طبعا بالدرجة الأولى المقصود من هذا الضغط النفسي الولايات المتحدة، واللافت أن التعديلات تم الإعلان عنها قبل يوم على اللقاء بين بايدن وزيلينسكي. كذلك روسيا تقصد بهذا الضغط النفسي جميع الدول الأعضاء في الناتو. في الفترة الأخيرة كان يتم ترويج كثيرا إعلاميا هنا في روسيا وأيضا على مستوى الخبراء لفكرة مفادها أن العقيدة النووية بصورتها قبل التعديل لا تقنع الغرب بأن روسيا قد تستخدم الأسلحة النووية. مثلا هناك منظران سياسيان روسيان بارزان اسمهما سيرجي كاراغانوف ودميتري ترينين كان يروجان كثيرا لفكرة تعديل العقيدة النووية الروسية، وحتى وصل الحال بكاراغانوف أن اقترح ذات مرة أنه في حال شنت روسيا هجوما على دولة غير نووية في حلف الناتو فالولايات المتحدة لن ترد بضرب روسيا. فعليا هؤلاء المنظرون هنا في موسكو يروجون لفكرة مفاده أن ثمانية عقود من السلام في أوروبا أدت إلى نوع من التطفل الاستراتيجي، وأن الجيل الجديد من القادة في أوروبا لا يتذكر أهوال الحرب العالمية الثانية. وبالتالي دعا كاراغانوف في حواره الأخير مع صحيفة كوميرسانت الروسية إلى اتخاذ خطوات تقنع الغرب بأن نعم. روسيا قد تستخدم السلاح النووي حتى لا يتجاوز خطوط روسيا الحمراء.